اسمعي، واحدة من الأسئلة الأكثر شيوعا اللي أنا كنت بتسألها طول الوقت حتى قبل ما ابتدي البرنامج ده هي كانت أنا عجبني الكتاب الفلاني، رشحي لي كتاب تاني زيه. وأنا الحقيقة كنت بعتبر إنه ده نوع من أنواع العشم، بما إني برشح الكتب يعني لأصحابي وقرايبي وجيراني وخلاني فقط، فهم متعشمين فيا إن هم ما يضطروش إن هم يفكروا في حاجة وإن أنا أديهم الكتاب جاهز على طول، أو علامة من علامات الكسل، لأن هم مش عايزين إن هم يتعبوا دماغهم ويفكروا في حاجة تانية أو يقروا عن موضوع مختلف من باب اللي إحنا عارفينه أحسن من اللي إحنا ما نعرفوه. لكن السنة اللي فاتت وقت ما كنت بشتغل في مكتبة اكتشفت ان السؤال ده شائع لدرجة اكتر من اللي انا متخيلها بكتير، لانه كان اكتر سؤال بيتسأل لي وقت ما كنت في المكتبة انه نعجبنا الكتاب ده قاعدين بنقرا حاجة تانية زيه. وده اداني قدرة بشكل ما ان انا اقدر اقرا التيست او الذوق بتاع الشخص من الكتاب اللي هو هيشاور عليه اول مرة ويقول ان هو عايز كتاب تاني شبهه. فمثلا اللي بيحب كونديرا بيحب سراماجو، اللي بيحب ماركيز هيحب يوسا، وهكذا. ظهور نتفليكس و HBO ويعني والحاجات اللي شبه كده عززت فكرة البنج عند الأشخاص اللي حتى كانوا نفسهم يعملوا بنج وما بيعرفوش يعملوه لأنه يعني الإيد قصيرة والعين بصيرة، وخلته شيء عادي ومتعرف عليه جدا حتى عند الناس اللي ما كانتش تعرف يعني ايه بنج من الاول. والبنج هو ان الواحد يقعد في سريره بتكييفه ومشاريبه وسماعته ويحط سيزن بتاع المسلسل قدامه ويكره لحد ما يخلص الحلقات اللي موجودة كلها. ومن هنا جت فكرة الحلقة، احنا ليه ما نعملش reading binge؟ حبة كتب ناخدهم في السرير برضو مع نفس المشاريب والسماعات والمزيكا والتكييف، لانه الموضوع هيحقق نفس القدر من الانتخاء ونفس القدر من الامتاع. الكتب اللي هرشحها النهاردة هقسمها كابلز، كل كتابين مع بعض. كل كتابين دول مش بالضرورة يكونوا لنفس الكاتب او بيناقشوا نفس الموضوع او مترجمين من نفس اللغة او مترجمين بنفس المترجم، ولكن هما بشكل ما كتابين روحهم من بعض، فيهم حاجة هتحسسك انك لما تخلص ده وتقرأ ده بعده هيبقى احسن من لما تقرأ كل واحد فيهم على حدة. خلينا نبتدي. الكابل الاول، وحدها شجرة الرمان للعراقي سنان انتون، وغاسل صحون يقرأ شوبنهاور للفلسطيني محمد جبعي. وحدها شجرة الرمان الحقيقة هي رواية مميزة جدا بالنسبة لي، لان هي اول رواية اقراها لكاتب عراقي او يمكن لكاتب عربي، وهي اللي كانت المصيدة اللي جابت رجلي وعرفتني على هذا الادب العظيم من هذا الوطن العظيم. جدير بالذكر ان الرواية دي اترجمت للغات كتير قوي، ودي يعني ملحوظة للجماعة اللي زي حالاتي اللي بيحبوا يهادوا اصحابهم اللي ما بيعرفوش عربي. روايات تحكي عن عبثية هذا الجزء الجميل من الكوكب الارض، دي رواية جميلة جدا ان انت تديها لاي حد ما عندوش اي فكرة عن مية السلطة اللي احنا فيها. بتحكي رواية عن جواد، شاب عراقي بسيط اسمه جودي على قد ما مامته بتناديه، بتضطر ظروف الحرب ان هو يمتهن نفس المهنة بتاعة اهله ابوه ابا عن جد اللي هي تغسيل الموتى، ولكن في بلد تمزقه الطائفية زي العراق حتى الموت مش بيكون كافي لاقناع البشر ان احنا كلنا سواسية وكلنا خلاص حياتنا انتهت. ولذلك فجواد بيغسل فقط ابناء طائفته، وبناء عليه لو جاله ميت في اللي فيه بس من طائفة تانية مش هيقدر يغسله ولازم يبعته لحد تاني ينتمي لطائفة الميت ده عشان هو اللي يغسلها. نتكلم على عالم فيه جثث بدون رؤوس واشلاء من غير جثث واشلاء محطوطة جنب بعض مش متأكدين حتى انها بتاعت نفس البني ادم، ولكن هيهات كل واحد يتغسل عند طائفته. في عبثية اكتر من كده؟ في غسل صحون يقرأ شوبنهاور جبعيتي بيحكي عن نوح، شاب فلسطيني ذكي جدا، شاب جامعي ذكي يلقب بكافكا رام الله، تخرج بامتياز ولكن كالعاده تخرج ما لقاش حته يشتغل فيها، بدا يشتغل في سوبر ماركت ويشتغل في مطعم لحد ما بقى بيشتغل غاسل صحون. ميزه الروايه دي في عاديتها المفجعه، روايه عاديه خالص ما فيهاش اي احداث مزلزله تخليك قاعد بتقول ايه ده ازاي ده يحصل، بغض النظر عن شوية ما ورائيات وما عاديات بتحصل كده، بيكلم البوم وشايف خناقة بين البوم والغربان وحاجات كده، فيما عدا ده رواية عادية خالص، قصة حب فشل لف في شوارع قراءات مزيكا ذكريات وأحلام كان المفروض انها تتحقق ولكن الواقع الأليم أبى ان هي تتحقق. هي رواية بتتناول الحياة في فلسطين على عكس معظم الروايات اللي بتتناول الحياة في فلسطين ما بتعمل عادة، ولذلك هي رواية بتنبئ بولادة كاتب اعتقد انه هيكون عظيم. الكابل التاني، الدفتر الكبير للهنغارية أغوتا كريستوف والمحيط في نهاية الدرب للانجليزي نيل جايمن. انا كتبت على أغوتا كريستوف قبل كده بس مش فاكرة كان امتى، فيعني التكرار برضو بيعلم الشطار. أغوتا كريستوف هي كاتبة ملهمة للغاية، وده لان هي كاتبة هنغارية سافرت او لجأت لسويسرا، راحت هناك وهي زوجة وام وبتشتغل وبتعرفش حرف فرنساوي، وفضلت ورا نفسها لحد ما علمت نفسها الفرنساوي واصبحت بتكتب رواياتها كلها بالفرنساوي، وده شيء مش ناس كتير بتقدر تعمله. الدفتر الكبير هي الجزء الاول من ثلاثية، ولكن في رأيي هي اعظم اجزاء الثلاثية. بتحكي عن طفلين صغيرين توأم
بتضطرهم ظروف الحرب ان هم يروحوا يعيشوا عند جدتهم في مدينة او بلد على الحدود. احنا ما نعرفش فين المدينة وما نعرفش ايه الدولة دي اصلا. هي اجوتا قررت ان هي تسكت عن الموضوع ده تماما. قصة الرواية هي بالظبط انها تحكي لنا هي الحرب عملت ايه في الطفلين دول، لكن مش في صورة ماتت قلوب الناس، ماتت بينا النخوة وامهات واطفال بتعيط، ولكن في شكل انه الطفلين دول فقدوا اهم ما يميزهم، فقدوا القدرة على الاحساس بالخطأ، الخطيئة، الصواب، الحرام، المنطق، الجدوى. الطفلين دول حصل لهم ان هم فقدوا طفولتهم وتحولوا لأسوأ شيء ممكن يتحولوا له، كبار. وفي عز ما هم عمالين بيفقدوا كل يوم معنى او احساس ما، هم حتى فقدوا احساسهم بذواتهم وانصهروا تماما في بعض، وبقى العادي ان هو اي واحد فيهم بيعبر عن نفسه افضل بكلمة نحن اكتر من كلمة انا. جدير بالذكر هنا ان الرواية دي ترجمة محمد اياد حنا، وهي ترجمة عظيمة للغاية، كانت اول تعارف بيني وبين المترجم، واصبحت بعدها بثق في اي عمل مكتوب عليه اسمي. المحيط في نهاية الدرب هي العمل الوحيد اللي انا قريته لنيل جيمان، ولكن ده ما يمنعش ان احنا نتكلم على اهمية هذا الكاتب وتأثيره على الكتاب الجم بعده او التأثروا بيه. الراجل بيكتب الروايات، القصص القصيرة، النوفلات، الكوميكس، الجرافيك نوفلز وغيرهم من حتى الانواع الغير ادبية. حصل على كل جايزة ممكن يحصل عليها في انجلترا عندهم عند مو صلاح. في الرواية دي بيحكي عن بطل راح عزا في منطقة او في المقاطعة اللي كان عايش فيها وهو طفل صغير. بعد ما بيخلص العزا وياخد واجبه بيروح يقف عند المزرعة اللي كان عايش فيها وهو صغير، ويبدأ يفتكر الاحداث اللي حصلت له وهو عايش هنا، طفولته، لعبه، كتبه، صديقته الغامضة وغريبة الاطوار اورسولا، والمواقف الغريبة اللي حصلت لهم، وفضلت سايبة علامة كبيرة لحد ما بقى شحط طويل عريض واقف مش فاهم هو ازاي موقف زي ده حصل له قبل كده، او ازاي قدر يتعامل معاه في سن صغيرة زي كده. الرواية دي اللي فيها المقولة الاكثر شهرة لنيل جيمان، ويمكن من اهم المقولات اللي احنا قريناها بشكل ما حتى لو ما كناش قرينا لجيمان خالص، عن القراءة، اللي بيقول فيها ان هو لقد عشت في الكتب اكتر مما عشت في اي مكان اخر. جملة بتبقى مترطرطة على الفيسبوك، اديني قلت لكم بقى هي جايه منين. الجميل في الروايه دي ان صوت الطفل فيها مقنع جدا جدا، وده اللي خلى حتى حكيه عن الخرافات اللي كانت بالنسبه له كطفل واقعيه جدا، بقت بالنسبه لك كقارئ او كمتلقي واقعيه جدا، لان ده اللي بيفرق ما بين الحقيقه والاسطوره، انا شخص يكون مؤمن بيها. زي مثلا ايمان البطل ان بركه البط اللي في اخر الشارع دي هي المحيط ذات نفسه. الكابل الثالث، المحاكمه لفرانس كافكا، والحياه في مكان اخر لميلان كونديرا. ما خبيش عليكم، الكاتبين دول تحديدا من اكتر الكتاب اللي انا ما بحبهمش في حياتي، ما بحبهمش خالص. كافكا لان سوداويته المفرطه بتخليني ابقى متضايقه اكتر ما انا حزينه، ببقى متضايقه، ببقى متعصبه، وده بيأثر على متعه القراءه. وكونديرا لان انا ما بحبوش وخلاص، انا كده مش برتاح له. لكن العملين دول حلوين لدرجه تخليني اتغاضى عن ان كافكا كافكا وان كونديرا كونديرا. يمكن عندي مشكله مع التشيك، مش عارفه. المحاكمة هي رواية الأكثر عبثية، حاجة كده عبثية لدرجة تحرق الدم، تستفزك. يعني أنا وأنا جاي أحكي لكم عن أحداث الرواية برضو مستفزة وأنا بحكي لكم عادي، يعني أنا مش هناك ولا حاجة. الرواية بتحكي عن شخص اسمه كيف، بيصحى من النوم بيلاقي نفسه معتقل ومفروض يحضر تحقيقات معينة ويحضر محاكمة. علشان إيه؟ احنا ما نعرفش، وهو ما يعرفش، واللي بيحاكموه ما يعرفوش. ومن هنا بيجي استفزاز الروايه، ان هي طول الوقت انت عمال تقول لا هو اكيد مش هيخلص الروايه من غير ما يقول لنا. يعني تخيلوا كده ان رمضان يخلص من غير ما نعرف مين اللي قتل الاستاذه ريهام عبد الغفور بالبلطو الاحمر بتاعها اللي مجننا ده، ولكن جسوت كافكا يعمل فيكم كده عادي خالص. بطل روايه كافكا دي الاساسي هو البيروقراطيه اللعينه القاتله اللي بتقدر ان هي تبتلع الامم جواها وتكمل ماشي زي ما هي وتخلف وراها بقايا الحياه. كافكا في الروايه قرر ان هو لا يحدد مكان الحدث، ولكن ده ما كانش يعني علشان هو مش عارف يحدد مكانه ولا عشان كان خايف، ولكن علشان تفضل المحاكمه روايه شاهده على عبثيه الانظمه الشموليه ايا ما كانت وفي اي وقت، سواء وقت ما كافكا كتب الروايه او لحد النهارده في المجتمعات اللي حتى بتحاول تقول ان هي مش شمولية وهي عندها جو. الحياه في مكان اخر هي استثناء لعلاقتي بكونديرا، يعني هي مع كائن لا تحتمل خفته ويمكن الهوية، هما كده ثلاث استثناءات دي علاقتي بكونديرا، باقي الحاجات كلها الحقيقة علاقتي بيها سيئة جدا. بحب الحياة في مكان آخر لأن بطلها شاعر،
شاعر اسمه جاروميل، بيعيش في الفتره بتاعه الحرب العالميه الثانيه والفتره اللي بعدها، فتره بارده وكئيبه بيزيدها بروده وكآبه كون البطل عايش في مجتمع ديكتاتوري بيرفض حريه التعبير وحريه النشر وحريه الفكر. وشيل يا ابني الحريه دي من هنا، احنا مش عايزينها خالص. شاعر مشتت ما بين ظروفه الخانقه يعني وطنه وشعاراته وايديولوجياته وامه وحبها المفرط وتعلقها المريض بيه، حبيباته الكثيرات، طفولته المتنيله، ابوه الغايب، وبين طوق الشاعر اللي جواه للحريه بشكل قوي جدا لدرجه انه هامش الحريه اللي هو مش موجود اصلا، بس اللي لو كان موجود كان معظم الناس هيرضوا بيه، هو ما كانش هيرضى بيه لان هو شاعر محتاج براح ويبقى 100 جناح ويلمس السماء زي ما محمد منير بيقول. ولان حاجته للحريه دي هي حاجه ماسه مش رفاهيه زي ما الحريه بالنسبه لناس كتير عاشت في المجتمعات المظلمه دي، اصبحت الحريه بالنسبه لهم دي يعني رفايع كده مش هنشغل نفسنا بيها او مش هنسال عنها حتى لا تسوقنا. بس كده دول ثلاثة كوبل تقدر تضم معاكم السرير وتقروهم ورا بعض وانتم مستمتعين للغايه. شاركونا في التعليقات لو عندكم تجارب مشابهه، كاتبين بتقروهم ورا بعض على طول علشان دماغهم شبه بعض، مودين بتحبوا تحطوا نفسكم فيهم ورا بعض، شاعرين بتحبوا تقروا قصائدهم ورا بعض، ولازم يكون الثيم واضح، لازم يكون كتب تاخدها معاك في السرير، مش هنقراها في المواصلات، احنا مش وقت المواصلات، احنا في وقت البنج وعايزين السرير ونفضل قاعدين كده 8 9 15 ساعه ورا بعض ما بنتحركش. وصلنا الاسبوع الجاي في حلقه جديده من دود كتب. شكرا.